ما قادر يمشي ذاته. هذا حال الأسود في السابق، ولكن الخبر المفرح أن الأسود تم الاعتناء بها وأصبحت في أحسن حال، والأجمل أن اللبؤة كنداكا أصبحت أما لثلاث أشبال. دعونا نتابع هذه الصور لكنداكا وأشبالها ونقرأ لكم أبرز التعليقات على الصور. وبعد انتشار هذه الصور ظهرت التعليقات، وكتب فارس حسن: مبروك يا شباب، مبروك لأهل السودان، ده إنجاز عجيب والله، مبسوط منكم. وظهر تعليق من نعمة: ما شاء الله، حمد الله على السلامة، يتربوا في العز والغاب. أما محمد علق: إن شاء الله البلد تستقر ويتم إنشاء حديقة حيوانات للأطفال اللي ما حضروا الحديقة القديمة، وتتعمر محمية الدندر والردوم وجبل العلبة وتنشط السياحة. أما نزار فعلق: خبر جميل جدا والفرحة في فؤادي والله، مبروك، ألف مبروك للتيم المشرف من دكاترة ومتطوعين في المشروع، نجاح أتى من بعيد وأثمر عن جهد وعزيمة.